مع غليان البحر المتوسط يستعرض البنتاغون عضلاته الحربية معلنا عن فصل جديد قد يكون مفصليا في رواية الصراع الدائم بحرا وجوا تفرض الدولة العظمى ترسانتها العسكرية التي صنفت بالأقوى على وجه الأرض. مع الأمواج الزرقاء المتوسطية أرسلت واشنطن أغلى وأكثر السفن فتكاً في العالم حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي واحدة من 11 حاملة طائرات نووية تديرها البحرية الأمريكية، وقد وصلت رفقة مجموعتها القتالية التي تضم 5 مدمرات. تعد الحاملة فورد من طراز نيميتز يبلغ طولها 333 مترا وعرضها 78 مترا وارتفاعها 76 مترا، مدعومة بمفاعلين نوويين متطورين ينتجان معا 600 كيلوات، ما يسمح لها بالتقدم بسرعة 34.5 ميلا في الساعة، وهي قادرة على استيعاب أكثر من 75 طائرة عسكرية بما في ذلك طائرات مقاتلة، بالإضافة إلى نظام الإنذار المبكر والرادار المتطور. هذه الضخامة كلف بناؤها 13 مليار دولار مع كلفة تشغيلية تصل لسبعة ملايين دولار يوميا يخدمها أكثر من 5000 بحار على متنها. وتحت الأعماق المتوسطية وصلت ما يشكل الثالوث النووي الأمريكي للأسلحة الذرية، غواصة أوهايو النووية الأكبر في العالم. حجمها الهائل يسمح لها بحمل 154 صاروخا موجها من نوع توماهوك، مع الإشارة إلى أن كل صاروخ منه قادر على حمل رأس نووي شديد الانفجار قد يصل وزنه إلى نحو 453 كيلوغراما، بالإضافة لأربعة وعشرين صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يحمل كل منها رأساً نووياً يتراوح وزنه بين 100 و475 ألف طن. بمعنى آخر، هي قادرة فعلياً بالقضاء على نحو 24 مدينة في أقل من دقيقة واحدة. يصل وزن الغواصة إلى 16 طنا، تغوص حتى عمق 350 مترا وتصل سرعتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، وهي تعمل بمفاعل نووي من طراز S8G ومحرك توربيني يعمل على البخار تصل قدرته إلى 60 ألف حصان. وفوق السحب المتوسطية تحلق عين النسر الأمريكية طائرات دون طيار من طراز MQ-9 ريبر، وهي تتنفس بمحركات هانيويل على ارتفاع 50,000 قدم لأكثر من 27 ساعة، وتحمل في جوفها 3,900 رطل من الوقود، وتنطلق بسرعة 240 كيلومتر في الساعة متخذة من السماء مسرحا للمراقبة والقوة. بحسب القوة الجوية الأمريكية تبلغ تكلفة أربع طائرات من طراز MQ-9 حوالي 56.5 مليون دولار. الحضور العسكري الأمريكي رغم ما يشبه من هيبة كان يرسم بذلك خطا جديدا في رمال منطقة تتموج على وقع الصراعات. الأمر لم يكن مجرد استعراض للقوة أو بيان عن التضامن مع الاحتلال وحسب، بل كان رسالة مبطنة بخطوط واضحة وصارمة موجهة إلى طهران وحلفائها. فهذا الإعلان بحسب عناوين الصحف كان إشارة إلى تحول محتمل في قواعد اللعبة الإقليمية.